الأولى للخضر بقيادة المدرب الجديد جمال بالماضي. هكذا بدا المشهد بملعب الاستقلال في غامبيا. جماهير غفيرة حضرت بقوة لمساندة منتخب بلادها أمام الجزائر، لكنها سرعان ما تسببت في تأخير انطلاق المباراة لأكثر من ساعة بعد التدافع الكبير واقتحام بعضها أرضية الميدان. هو أول ظهور للخضر بقيادة المدرب الجديد جمال بالماضي، وبداية المباراة شهدت توترا للأعصاب بين اللاعبين قبل أن يقص محرز شريط المحاولات بهذه التصويبة التي جانبت القائمة بقليل. ماندي والآخر حاول على الجهة اليمنى لكن الحارس تفطن لذلك. أما أول ظهور حقيقي لأصحاب الأرض فجاء بهذه الرأسية اللباغتة لأبو بكر صاني. هدوء بالماضي مع بداية المشهد الثاني سبق انتفاضة من لاعبيه، وهنا قناص بغداد بونجاح أعطى التقدم للخضر بهدف مباغت. فرحة الضيوف لم تدم طويلا بعدما رد سريعا مامادو سيزاي معيدا المواجهة إلى نقطة البداية.